السلام عليكم. الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. الله يبارك فيك. في سؤال بس يا شيخ الله يرضى عليك، كلمة فيه. تفضل. أنا ليه طبعا لي والد يعني كده اشترى قطعة أرض من فترة كده من أخوه، فطبعا اضطر عشان يشتري الأرض هذه اضطر من البنك يعني كده، تمام؟ ايوه بعدين فهو حاليا كل سنة الفلوس تزيد عليه، فالفترة الأخيرة دلوقتي هو الحين أصبح يعني هو محتاج طبعا الفلوس وكده عشان يسد الإيه البنك، فطبعا أنا مش معايا فلوس، وكان اقترض ليه؟ كان اقترض ليه؟ اقترض عشان يسد ثمن الأرض الأرض اشتراها ليه يعني من اشتراها؟ أخوه من أخوه من أخوه فأنا بفضل أنا كده كده أنا كل شهر بساعد والدي يعني لي بساعد أخي وإخواني وأبي كل شهر على ما أستطيع يعني على قدر ما أستطيع، ومن فترة كنت ساعدت الوالد في زواج أختي وفي تعليم أخي، يعني أنا معاه على طول من السنوات يعني، والحين أنا هو الحين أنا يعني وضعه مش قادر أسأل الحين مش عندي مقدار أقدر أساعده حاليا، ولكن يعني بفكر أستأذن من الناس عشان أساعده، هل ينفع ولا رأيك إيش؟ والله يا أخي يعني أساعده مني من الزكاة ولا من يعني سؤالك الآن أن أباك اقترض بالربا وشق عليه السداد، وأنت تريد أن تساعد والدك بأن تقترض من شخص بدون ربا وتنقذ الوالد، لا بأس بهذا؟ لا بأس بهذا. على العلم ان انا كل شهر بساعد والدي في البيت مع في حياته معي انا واقف معاه بساعد على ما لا استطيع، يعني هل الذي ستفعله فوق طاقتك أو في وسعك؟ يعني العلم المستقبل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن انا بس الآن يعني الآن اللي أنت ست الآن ما ستفعله مع والدك أنك تقترض من شخص قرضا حسنا لا فائدة فيه، لا فائدة ربوية فيه، وتسدد الدين الذي عليه بدلا من أن تتولى عليه الديون الربوية. حالتك الآن يعني طيبة ولا أم أنك معسر؟ هو الحين انا في فتره انا الحمد لله قبل كده كنت الامور كويسه، بس ظروف السفر الحين في لخبطه شويه، مش عارف الفتره الجايه ايش رجعته راح تكون ايه. لا ربي يتولاك، يعني ربي يتولاك لأنك بتعمل عمل خير. طب أبوك لماذا يعني لماذا لا يبيع الأرض التي اشتراها؟ يعني انت عارف يعني هو فلاح؟ اي يحب ارض هذه هو مصدر دخله يعني كده، فلاح وبيفلح فيها. هو مصدر دخله كده وحياته كده خلاص على بركة الله، إن شاء الله ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. يعني بارك الله فيك. يعني عادي يعني عادي لأنك أنت الآن موضوعك أنت، أبوك وقع في ديون للبنوك بالربا، وأنت تريد أن تأتي بقرض حسن تسدد والدك. وأنا قرأت فترة من سنوات ساعدته برضه حتى خد مني برضه، ما دام في الوسع والميسور لا بأس، مشكورا.